تحويل الحروف إلى شفرات جديدة، وهذا العمل هو لخمسة من أسماء الله الحسنى التي أصبحنا فيها أكثر انفتاحاً على ما يقال عنا. فمثلاً على سبيل المثال استكثر العالم على السعوديين الذهاب في رحلة للفضاء، ونسوا أن السعوديين تحدوا الطبيعة حينما قرروا العيش في الصحراء وتحويلها إلى حقول خضراء بالمزارع وغيرها من المشاريع. بديت ألاحظها وأشوفها بشكل مختلف، لفت نظري كيف أنهم متشابهات، قاعدين يبيعون تقريباً نفس المنتج. هذه الصور كانت تتلف بعد موسم الحج، قررت جمعها وحفظها حيث تحترم المشاعر والأمنيات التي تكتنزها هذه الصور. هو عبارة عن خط زمني لمراحل الفل، امتداد للبحث عن الأسئلة، ربما أكثر من البحث عن الأجوبة نفسها أو أجوبة هذه الأسئلة، حيث أن تم تجميع صور من البلد والعلا لتكوين حزمة بيانات تضم أكثر من 1500 صورة. فهذا التناقض ما بين وفرة المياه وما بين الجفاف وعطش النخيل شيء نتساءل فيه عن حاضرنا وعن مستقبلنا. مضمونا تمزج بين لغتين في الحديث، وشكلا ترتدي نقاب يغطي نصف الوجه. ساعدنا في استكشاف المزيد عن أنفسنا من خلال التساؤل عن مكاننا في الحياة حاليا وأين نريد أن نكون في المستقبل. هذا العمل يحاول التكلم عن معنى أن تكون امرأة، معنى تكون امرأة وأن تكون مراقب. من خلال معرفتي ومعاشرتي لهم حياتهم كانت دائما النجاة من خلال الحياة. يقدم العمل التساؤل عن المستقبل، ومن خلال شخصيتين نيون 1 ونيون 2 الشخصيتين تعبر عن أهمية المستقبل لهم واحتياجهم لها. حول تحول المجتمع من حياته التقليدية إلى عصرنا المعاصر. فيديو انستليشن عملته، الهداء لجدتي، وهو عبارة عن voice note.